السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية خاصة بحالة الطقس في المغرب لآخر التوقعات إن شاء الله التي صدرت من النماذج الطقس العالمية. فإن شاء الله سوف نقدم لكم التوقعات إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة وكذلك توقعات الأيام التسع أيام القادمة إن شاء الله. فلا تنسوا تشاهدوا القناة لأول مرة، فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، بارك الله فيكم وشكرا لكم جزيل الشكر. وبالنسبة خلال توقعات الساطل بإذن الله فيتبين لنا أجواء نسبيا صافية إلى قليل السحب مع سحب ضعيفة على الجهة الشرقية. بالنسبة خلال الأيام القادمة بإذن الله فمن المحتمل تزورنا تساقطات أمطار جد معتبرة، وسوف نقدم لكم توقيت دخول هذه التساقطات المطرية والمدن المعنية إن شاء الله. فلا تنسوا متابعة الفيديو حتى النهاية لكي تعرفوا هذه التفاصيل. وبالنسبة إن شاء الله يوم الاثنين فترة الليلية أجواء ستبقى عموما مستقرة إلى قليلة السحب في معظم مناطق المملكة إن شاء الله. بالنسبة ليوم الاثنين كذلك أجواء صافية كذلك إلى قليلة السحب مع أجواء ممطرة خصوصا على جنوب المملكة، قد تكون بعض التساقطات المطرية الضعيفة والمتفرقة والرعدية خلال كذلك الأيام المقبلة إن شاء الله. تساقطات رعدية محليا قوية على أوسرد وقد تصل حتى قلب جنوبية للمملكة، كذلك على مرتفعات الأطلس بعد التساقطات المطرية الضعيفة. خلال كذلك يوم الجمعة تساقطات مطرية ورعدية على أوسرد تبقى ضعيفة نسبيا. خلال يوم السبت القادم بإذن الله فيحتمل أن تكون أجواء كذلك مستقرة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يتمركز في المحيط الأطلسي إن شاء الله. خلال يوم الاثنين فيتوقع بإذن الله أن تكون بعض التساقطات المطرية الرعدية محليا ضعيفة على سكورة مداز وإفران وخنيفرة وكذلك أزيلال وزوج شيخ وكيمدن وأمزميل، تساقطات مطرية محتملة لكن رعدية. خلال كذلك يوم الثلاثاء فيحتمل بإذن الله أن تكون كذلك بعض التساقطات المطرية وعودة أمطار الخير خلال أمطار رعدية محليا نسبيا معتبرة، وكذلك على تونفيت وإيميلشيل وأسول وكذلك تبينت وأزيلال أكادير بوعشيبة أوكيمدن أونزميز إيمنتينوت وأيداور، تساقطات رعدية محليا قوية كذلك يوم الأربعاء. والمدن المعنية فهي مرتفعات الأطلس ستعرف تساقطات أمطار رعدية قوية.